عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ظاهر خاري توه لو سمحتوا صيت الحمام ما زين، لكن الله كتب اني لحقت توه صوت الحمام شال الدنيا فوق تحت تبارك الرحمن. ايوه صباحكم الخير، هذا سعيد بحبي تريوني. يلا دقيقة عندكم دليل السياحي، هاي حجيرتي مرة مشاهد الحوض، يقولون لي فوق خيار يواجهنا يعطي المنظر أكثر، لكن أقول في خاطري أنا عيبني مكانها اللي أنا فيه تحت. الأمور طيبة وكل شيء زين، الجو على أروع، وغادي المكان ما شاء الله فوق عن الزين زين. يا سلام هناك أمس أنا متريز. تستاهلون الرحمة يا أهل العاصمة، تستاهلون الرحمة، مبروك عليكم الرحمة يا رب العالمين. ما شاء الله يتم أمطار العاصمة، أمطار الخير وأمطار البركة. عسكور إيش حالك؟ الله يسلمك. أصبحت؟ إيش حالك؟ كيف أنت؟ اللهم لك الحمد. Good morning. وين سايرين نحن؟ تودين عزبة دخول الحلال، دخول الحلال الشبوك. الحين؟ نعم. وخلاف؟ المنصة. زين كم يستغرق وقت دخول الشبوك؟ عندهم لين الساعة 9:30. بعدنا ساعة يعني واحدة. ساعة ثانية. حلو واتر هاي شو؟ جمهور، هذا جمهور الحلال. حل بالحلال هاي السيارة كلها. حتى يوم تير مطية من العزبة لين المنصة. استقبال. هاي جمهور لا مسير يسوون. مسيرة في الدخلة والظهرة. الدخلة والظهرة. ما نزل جامع؟ جمهور ابو المعد، كل حد بجمهوره، كل مجموعه حلال لها جمهور لها مشجعين. على ما تشوفون ما شاء الله ايامات تبارك الرحمن. الباب هذا الباب الرئيسي، هذا البوابه، هاي البوابه الرئيسيه الدخيل الحلال جدل الشبوك. الشبك هذا احنا الحين موجودين في الشبك، كلن جايب حلاله من الفجر، كلن يجيب حلاله وكلن يتعتز ويتلومس بحلاله، وكلن حلاله عنده يسوى عينه يسوى ام عينه، فلذلك مسوي لهن قدر وبزفه بسيايير واسطول ساير ياي عالمتي زفيه. شفت اللي يزفون عروس؟ شرات زفيه العروس ولو اشد بألف مره بعد، فتسير بهالسيايرين باب الشبك يدخلن عاده من باب الشبك وياي، ممنوع يدخل السيايير، وكل ويتوالف الكل يوالفونهم كم واحد. وهذا هذه بوابه حينه يدخلون الحلال من البوابه هاي بعد ساعه، او يبتدون يعني كل 15 دقائق دخلوا مجموعه للجنه تفحصهن. الحلال طالت اعماركم على اللجنه، فكل مكان كل مجموعه تاخذ موقعها، كل مجموعه تاخذ لها موقع ويستوي ترتيبهم عاده. على هالمنوال على ما تشوفون ما شاء الله. هاي ابو عشاق الابل، هاي ابو عشاق الابل موتهم غرامهم يسوى عينهم عينه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بفلتر؟ لا ما يحتاج. حلوين الجميل ابوي ما يبفلتر. الله يطول عمرك. صباح الخير. صباح الورد. شو مشاركتكم؟ والله اليوم مشاركين عندنا بكرة إذاعة هلال. نعم. محمد بن حسين بن ناجي المنهالي. والله الناموس. القية القية ومرشح على الأول بالشركة. إن شاء الله. أنت وش جايبك هنا في المزايا؟ يعني ربك بتشتري. لا 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 جاي أنا وجودي روحه أكبر صراحة أكبر أكبر تشجيع لهالحلال يوم أنت موجود. لا خليت. كل حق لندن وحق ذي اليوم وضعك. مضبوط. مضبوط. يعني اكتسلم. يا مرحبا. هاك الناموس. الله يحفظكم. مشاركتكم اول بعد شو اسمك؟ مبارك ابراهيم. مبارك حي من قريه المنصوري. نعم. وانت؟ نايف. مبارك من مطار المنصوري. شو مشاركتكم؟ مشاركين في شوط اللقايا محليات ومين. انت شو عندك؟ مشاركين في شوط المحليات تميز. نعم. مشاركين في اللقايا. نعم. مشاركين في لقيتين في شوط، واحده في التمييز واحده في شوط. شفتوا رقم العام؟ ها العام العام الاول. الحمد لله فاركم الناموس السنه هذه ان شاء الله. مياهين حول البوابة مجموعة معينة، هذا هل بالحلال يتمون خاري خلاص ودعوا حلالهم.
دخلت الحلال ابوي عند الدكاتره وعند اللجنه المنظمه وعند الاهل بالتقييم وبس، ودخلوهن الشبوك. هذا حين وقت الشو، وقت الحشر يسمونه بالنسبه لهم، بالنسبه لملاك الابل هذا وقت الحشر، وقت ابوي يعزلون البر من الشعير، العدل من المايل. هذا وقت الشو، وقت عزل البر من الشعير، الزين من الشين. ما في اللي فيه دغش، اللي فيه علم، اللي فيه خبر يعزل، ما يدخل ولا يتقرب، وما يصح الا الصحيح. هذا وقت الصحيح. قران المنصوري، مرحبا ومساء عليك. السلام عليكم، الله بالخير، الله يصبحك بالنور. شاركتكم فيه، شاركتنا في 15 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عسى جاهي مينا تبارك الله يرحم والديك من ناموس. انا وبالك، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا حين استوى الترقيم، استوى الترقيم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دخلوها هاي، فيه اكيد ما ترقمت حسب القانون. ما في واحد واثنين، اللي ما كمل رقمها واللي ما كمل ترتيبها ما تدخل. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. شو علميهم صعب التحكم فيها، يعني اشارات الخريش، فلذلك لازم القليصة ترتب سيرها. القليصة هذه البيضة اللي تشوفونها اللي هي منظمة، عبارة عن منظمة السير بين الحلال يوم يكون روحا، فتعزل بينها وبين المياه الثانيات. تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الحين شوف ليش شيء منهم خطم، شيء بلية خطم. شوف فصيلة المياه أغلبهن يكون فلو، ما يعرف إلا خطام. بلية خطام. هاي نعم، أما العمانيات هن هل الخطم هل الركض، هاي ما يركض المياه تمن الله مع على الرعية، تم مفكوكات فك، يعني ملكات. هاي نعم، اي نعم، هاي ملكات الحلال. نعم، ملكات الحلال واجمل الحلال. اجمل في الجمال وفي القهمه وفي الاطراف والعظم والقاع، ما شاء الله. شكلهم جميل روحا، شوف ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. عبد الله بن محمد اربس، يقول انا اصغر مشارك انت. ها؟ شو مشارك فيه؟ مشارك في شوط الاذاعه تميز. زين، شيء لها نتائج قبل، شو الباك هيستوري مالها؟ الهيستوري. هيستوري. الهيستوري جايبها الثاني. اي. اول ثلاث مرات جايبها. متى هذا؟ جايبها اول. ما كذا. شكلك تكذب. اوحقوك اقول لك، هذا من اللي كان يغشش؟ منو هذا كان يغش؟ ما كذبك، وانت ما جيت الا عندي انا، انا اللي عندي الاله اللي تخترع الكذب. هات تليفون روح يرامج، يغامز يوم يظهر الواحد يكذب. الله يحفظك. تلفونك؟ ها تلفونك صب وعاد تخلص. يلا انزين، يلا ارمس. مرحبا مرحبا خالد. هي صباح خير. صباح النور، كيف حالك؟ انت طيب؟ نعم اني طيب وبخير وسهاله الحمد لله. من الرجال؟ معك هادف المنصوري. والله مليار والنعم بهادف. ما عليك زود. شو مشاركاتك؟ اتابعك سراب. نعم. ايه انت ابشرك شاركات. هي. عند الان لقايا، عند الان يذاع. هي. التوفيق عند الله. راعي وحيدات، راعي وحيدات. اصبر يا سعر، راعي وحيدات اصبر اصبر. هربل تعال الله يغرب العدو. راعي وحيدان تعال، راعي وحيدان ناوي يكذب علي، كأنه ناوي يكذب علي. ساكن خير، الله يسلمك. اقول لك
من هاي اللي قاعد يصورنا؟ سلطان بن ناصر المانع المنصور. والله مليار والنعم. الله يطول عمرك. شيء شاركين؟ نعم طال عمرك. شوفه تميز الجداع. نعم. احنا ودرنا سيارتنا ابوي علي الشبت. وهذا حني وين الحلال. احنا الحين دخلنا الله يحفظكم وين دخلوا الحلال. انك رب العالمين ما يبالك في الهدف. يا مرحبا ومسهلا. حالك الله يحفظك. الله يعافيك. شو قابض الحين انت هني؟ والله منظمين في الشبوك مثل ما تشوف. نعم. شو الحين تدخيل الحلال في الشبوك؟ هذا المدخل الرئيسي. يدخل المجاهيم والعمانيات. العمانيات يدخلوا من الشرق. الشبت الثاني وهذا بس المياهيم. هذا المياهيم بس. تحذر عنه وقعد. والله اللي نورت يا خالتي. زين الحين يعزل المياهين روحا. نعم مياهين روحا والعمانيات روحا. وها متى بيبتدوا اشواطهم الحين؟ الحين بعد شوي عقب ما يسكر الشوط ان شاء الله. نعم. يدخلون اللجنه ويحكموا فيها. فالحاضرين كلهم الناموس يا رب العالمين. امين امين يقول. يستاهلوا الرحمه مبروك عليك. يستاهل خير. جيتنا وجبت المطر في وقتها. لا خير من اسمك. مثلك وشرواك نفتخر به. شرواك الطيب يا البركه. هلابك هلابك الله يرحمك على فضلك. ايش حالك طال عمرك؟ ابشرك بخير وبعافيه. مبروك عليكم الرحمه. الله يبارك في الرحمه وشوفتك. لا خلينا منك. شوفتك الرحمه. الله يبارك في حياتك. شكرا طال عمرك. هذه اللي تشوفون هذه الناقه عندها مشبهين لها ولد وهي من الشارات اللي متمنتنه يسمونه ضير. فحين عسب يبون يظهرونها ما برايمين تبى الولد تبل ولد تحن بتموت ما تبي تفارجه ما برايميلها حيله تبارك الرحمن. والبيزات يا ابوي طارت البيزات ويا الاسهم طارت ويا الاسهم غرب الله تلسهم شفطات ما ورانا ودونا. الحمد لله الحمد لله على العافيه والعفو. ها والله ما امين. نعم نعم المزاين والله لا المزاين والله هو الزين هو الزين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عسى يوم بتبنى البناي وبتهدي عن عمرها وبتكد فارق طيب شباب. مرحبا سعيد سلام عليكم. ان شاء الله تبارك الله. يدخلونها لجنه التحكيم على ما تشوفون وعلى الدكتور بيبيتونها الليله ابوي فيها الشبت وباكر النتائج. الحين يخطفن ابوي على اللجنه. اللجنه بتعاين تعاين اللجنه وكل وحده برقمها وكل وحده بعلمها وخبرها ويبيتونهن ويصبح الصبح على النتائج. واللي الله كاتب الخير وصلاح بيتنا ومس حد بالمية وحد ميتين وحد بالخمسين وحد بالسيف وحد بالخنيار وحد السيارة وحب المليون لين يوصل ابوي ثلاثة مليون واربعة وخمسة لين طير هاي الملايين كلها كلها الحلب الحلال يستاهل اللي بيهم كله ما شاء الله. اليوم طشاش مطر خير فضل من الله سبحانه وتعالى. هذيل الليلة بيدخلن لمبيت من عقب الفحص والترقيب وتشوفون هذه الله يحفظكم امس بيتين انا امس بيتات امس والحين بيدخلن في تطلع النتائج. هاي اللي تشوفون خالي هاي لكن اللي في الاسبوع يروحن هاي اليوم بتطلع نتائجهن. البارح مدخلات مدخولات مدخلين في الشبك هذاك اللي الحين بيدور اظهروهن بيدورن هاي المكان هاي اللي اظهروه اعزلوهن الحين هاي المظهورات من قايات من اميات من مئات مظهورات معزولات من مئات مش من عشرات من مئات. فلذلك تطلع نتائجهم ان شاء الله قويه وجوائزهم بعد اقوى يستاهلون على هالمخاسير من حول لحول الله يعطيهم. رغم اللي بترغمونها بعطريه زين الرغم اللي بتحطونه عطريه. صباح الخير بن عاضم. مرحبا. شحالك الله يعافيك. كيف انت؟ بنعمه. الناس تبي تعرف من بن عاضد. طال عمرك واحد من مواطنين الدولة. والله مليار والنعم. يا نعم حالك. شو قابض في المهرجان؟ يقولون انت الكل في الكل. لا طال عمرك كنا نحن فريق واحد. نحن والمنظمين. ما شاء الله. كنا فريق واحد. الله يحفظكم. وياك. شو الجديد السنة؟ شو الفرق بين العام والسنة؟
السنة طال عمرك كل شيء جديد، الظفرة كل سنة فيها جديد. تبارك الرحمن. مهرجان 11 و 12 و 13 والمهرجانات اللي كطافت. تبارك الرحمن. كله جديد في الظفرة. نعم. السنة طال عمرك مكرمة سيدي الشيخ محمد بن زايد. الله يطول بعمره. اللي هي 20 مليون. نعم. أصبح طال عمرك شوط البيرك. جايزته 3 مليون درهم. ما شاء الله. كان في السابق طال عمرك مليون درهم. نعم. وثلاث مراكز، اليوم أصبح 3 مليون و5 مراكز. ما شاء الله. يعني اليوم المركز الرابع ياخذ المليون. طب ما شاء الله، والأول؟ الأول 3 مليون. ما في حيلة. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وأشواط تحدي وأشواط طال عمرك لفئة المفاريد الجيل الناشئ. نعم. بعد كذلك شو أربع أشواط ما شاء الله المفاريد أمس. شيء جميل تبارك الرحمن. الحمد لله. شو انطباعك هالحين أنت عن المهرجان؟ أنا انطباعي يا ريال، أنا ما قد شفت هالجمال تبارك الرحمن. جمال تحراه هنا ملكات، وهم ملكات الإبل تبارك الرحمن. ما شاء الله. بعد طال عمرك في الإبل ملكات بعد. سبحانك يا رب. نعم نعم نعم، جمال وعنق وشكل كل شيء زين. كل شيء زين. وهذا يرجع هذا يعني ترتيبكم السنة يختلف عن كل ترتيب. طال عمرك كل سنة بعد نحن طال عمرك نواكب تطور المزاين. نعم. زين، وكل سنة طال عمرك الحلالي. نعم. أزين عن العام. نعم أكيد. ونحن طال عمرك بعد كمنظمين وكفريق بعد أزين عن العام وقبل العام. ما شاء الله. ما شفت الحضور السنة كم؟ أي نعم. حضور أرقام كبير. ليش؟ حد شب عن هالشاب ما شاء الله. الله يحفظه ويبارك فيه. 18 سنة. ما حد رحم عليه. يعني تسلم. مشكور يا الخالدي. لا خلينا منك. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الرحمن. أبي أنا وين؟ أنا أبو فوق المنصة الصيد. منصة ما التصوير. أنا مصور هني أبوي هالكاميرا ما حولها حد. قلت أنا يقربها. ها ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. السلام عليكم بابا خالد. اليوم إيه؟ اليوم ما أعرفك أنا. أوكي اليوم لا. أوكي يلا اليوم لا. اليوم سلام كلام لا سلام سوري بابا خالد. كيف هناك بحر زين؟ مو بحر مليون. ممكن ما بفهم. بحر ولا ماشي بحر. اوكي سوري سلام باس. سلام بابا خالد. سوري بابا خالد متى يجي؟ قوما. اوكي بابا خالد سلام. بابا خالد قوما خالد. تعال الجمعة بابا خالد. انا حيبقى بسبوع بابا. شو؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. شوف لما أقول لكم يزفون الزفية تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا الله يا رب إنك ترزجهم البيرة، ترزجهم الخير، ترزجهم النجاح، يكون فارهم الناموس. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد النصيب. كم من صرف عليه من العام بالسنة وحدة اللي تفوز، لو هنتين لو شبه وحدة، وكم من اللي انصرف عليهن عشرات الملايين. هل يقولون والله الجوائز حتى لو المعلومة أرقام كبيرة، كيف يستوي عيال التنافس؟ التنافس أبوي ما يستوي إلا من الإخلاص والجد والاجتهاد والعمل. لكل مجتهد النصيب. نعم. سان فرانسيسكو في الظفرة. سان فرانسيسكو في الظفرة على ما تشوفون. ما في الحاضر مدح. يقول لكم ما في الحاضر مدح. السلام عليكم. السلام. شو عندك؟ في هوت كوفي، بارد كوفي. هي. بيكولو، كورتادو، سبانيش. اوكي فورني اي نيد وان كورتادو. كورتادو. ثانك يو. سمول اور بيج؟ نوت بيج وان. احمد عطي المزروعي سلام عليك. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك ابو محمد. الله يحييك. الحمد لله. والله طيبه. شو رايك في الاجواء؟ الاجواء هذه غير طبيعيه الصراحه يا ابو محمد. كيف؟ شو يميزها؟
الحمد لله هاي مهرجان عالمي. نعم. دولي صح وجامع الناس كلها. نعم. دول الخليج عيالنا وإخواننا وربعنا. نزيل. الحين العرب افتكت الأول كل يوم ودوا عيالهم لشرق وغرب. صحيح. السنة شو تشوف الفرق أنت؟ فرق مو بالسنة نحن نلاحظه من كل مهرجان بداية المهرجان. نعم. ونحن عيالنا الحمد لله بدال يسافرون ويطلعون و. تعرضون للحوادث والش اسمه الحمد لله يجتمعون كلهم هني في اجازتهم السنويه والحمد لله والشكر شيء يعني خيالي. اللهم لك الاجواء زين والدعم الاجواء حلوه شتويه على ما تشوفون. ايه نعم. امطار خضر من الله الحمد لله. شيء فرق بين المهرجان العام والسنه؟ كل سنه في فرق. كيف كل سنه في مفاجآت في حاجات. السنه الدعم لا محدود من السيدية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد. نعم الله يحفظه. المبلغ تقريبا حوالي 20 مليون درهم فوق عن المبلغ العامي. فوق العام. نعم. ما شاء الله فوق العامي 20 مليون. فالحمد لله زادت الجوائز وزادت التحدي بين الناس والجماهير وزادت الجماهير والبيع والشراء والحمد لك ربي ونشكرك. اللهم لك الحمد. وكل سنه في مفاجات. هذا زين. احنا الحين في بدايه اول ثاني يوم تقريبا. نعم. لين متى المهرجان؟ مهرجان لين 23 تقريبا. لين 23 يبدأ من 9 إلى 23. آخر يومين أشواط الشيء؟ آخر يومين فيه البيرك والشوط الرئيسي اللي فيه تقريبا جوائز. أكبر جوائز هي 3 مليون درهم للفائز الأول و 2 مليون الثاني والرابع مليون والدنيا بطارجة 5 مليون 500 ألف عيالنا عدانا ومرتاحين. هي ما شاء الله العرب كلها عندكم السنة وضيوفنا الحمد لله من كل الدول. اللهم لك. أنت تعلم أن الحين بتي من أوروبا 5000 ضيف بيونكم؟ ندري. تدري؟ نعم. وأكثر الحين توقع أكثر بعد إن شاء الله. لا اللي الحين مسوي لهم مخيمات. إيه نعم. 5000 تقريبا. نعم. اللهم توقع أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. كل يوم يزيد. اللهم زد وارد. الحمد لله رب العالمين. ودول العالم كلها. نعم الظاهرة تستاهل من يعني لها والجو فنان والبنية التحتية جاهزة من شوارع ومن سكن ومن مطاعم بيع ومشترى مخيمات مكاشيت كل شيء كل شيء كل شيء. المهرجان السنة كامل والكامل الله سبحانه وتعالى. نعم. الحين طالت أعماركم قطعنا على التصوير ياسين فيها الميلس المبروك ميلس الظفرة عند الجماعة قهوة ومدخن شب الضوء علم وخبر فانشغلنا عنكم فما رمنا نصور ولا رمنا شيء لأجل الناس وايد وساير وياي وسوالف وحد جانب وحد علم وحد خبر وما شاء الله والناس مختبصة فما رمنا نصور ونسوي زحمة أكثر ما شيء زحمة. هذا قبول العنصر حين بعد شوي بنيك ما نعرف سوا بخبركم عنه. Hello. Hey. Who's Bull? I don't know. Who am I? Everybody said, who's Bull? I'm on the Odo Alejna Alia with my friend Obeid Mazroi here. Obeid, من Bull? Bull طال عمرك صديق وكان يشتغل عندنا في أبو ظبي وحاليا مقيم في أبو ظبي. نعم. وكان أحد أعضاء اللجنة العليا في مهرجان الظفرة ومهرجان المزاين الرطب. ما شاء الله عليه ما شاء. Nice to meet you, boy. Nice. And what I love about this festival, particularly, it's the most wonderful festival in the whole Gulf. So anybody seeing this, please come, enjoy, come see the camels, come meet the people, come to the souk. It's fantastic. إن شاء الله. He's the first Bedouin from US. Nice to meet you. Right? Nice to meet you too. You are Bedouin. Absolutely. I'm Mazroi. Mazroi. It's mean when you go picnic outside. Yeah. And you have your fires and you serve food and this is the way how we present our culture and the way. Yeah. We invite people from all over the GCC. Yeah. So every night we are having a special night, a special food recipe. They cook in front of people and they distribute. And we are inviting you today. Today we are having a special. And I am definitely coming. Yes, in the mikshat. Mikshat? Yes. Oh, wow. And are you cooking it? Too many people there. We are having a best chef, UAE chefs, and also we are inviting some people from Saudi and. Fantastic. I want to see when they do the Jamal Kabza. Kabza
kabsa is one of the food they are preparing. We have different type of style of food. Foods will they start serving the food after praying Maghrib? After 8. Between 8 to 9. Fantastic. It's free. Don't worry. I don't have to pay? No. You so are in Abu Dhabi. I'm so used to Emiratis making me pay for everything. How many years have you been here in UAE? I've been 12 years. يا مرحبا يا مرحبا حالك منيف دار كيف انت تخيلك خير وش حالك تسلم تسلم نحن في اي مخيم وين صار نحن سعيد رايحين المنصه تتويج بحضور معالي اللواء فارس خلف المزروعي ان شاء الله تتويج الحكايك والحين طلع معكم نحن سايري بنحضر التتويج وبرد على الغداء الله راد مسيره بنحضر بعدين لا لا بدأ. اول بعد السلام عليكم منو هالرجال منو هذا فارس اخوك فارس اخوك والله والنعم ايش حكى فارس كيف انت الحمد لله مرحبا فارس كاملة من الإعداد من التنسيق من التجهيز من التخطيط لهذه اللحظة وهذه الأشواط تحديدا أشواط تميز أشواط متميزة برعاية متميزة بدعم متميز ما ننسى نشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مكرمة السامي لإضافة 20 مليون درهم ليصل المجموع إلى 60 مليون درهم 52 مليون خاصة لكم ملاك الأصايل ملاك الزيت ملاك الحلال مرحباكم في الأول والثاني والثالث ويستاهلون يستاهلون ثلاث أسماء متميزة روز خالد عبيد مران منصوري بشاير غالب سلطان بن غالب منصوري الشايبة السهيد منيف مطر منيف المنصوري خلني على المركز الثالث يا مخرجنا وبعدها التركيز يكون على الأول والثاني والثالث بعد يستاهل لا تخلون مكان يبينونه لا تخلون تقرير لا تخلون لجنة مشاركة لا تخلون داعم يغطونه لا تخلون مرحبا بأهل التواصل معي يعني تسلم أمس كانت أصداد جدا متميزة فشكرا لكم شكرا لجنة علية لإتاحت فرصة للرواد التواصل أن يكونوا متواتين معنا عبر الهواء اللي ما دوق حزنك المنافسة ما بين الشايبة والروز افتح لنا بنتين افتح لنا بنتين أنا أشوف الشايبة والروز أربعة مع بعض خل متابعين يشوفون يا مخرجنا مع بعض شكرا حصلكم يا ربي لقطة واحدة مخرجنا متميز وين الشايبة يا مخرجنا وين الشايبة الإعلاميين الشايب رقم 23 على يسار الشاشة روز رقم 9 على يمين الشاشة وناموس حقائق الثلاثة لنا ضايع في عام التسامح والناموس على ما تشوفون هاي الجوائز مهرجان الظفرة شوط رئيسي ثلاد لأبناء القبائل محليات حقائق المركز الأول هاي الجائزة مهرجان الظفرة شوط رئيسي ثلاد لأبناء القبائل مجاهيم حقائق المركز الأول هذا هو الخنجر الإماراتي اسمه بين قوسين خنجر الساحل هذا هو خنجر الساحل خنجر الإماراتي الأصيل هذا مديله من مئات السنين من استوت الدنيا هذا مديله ما اختلف لا زاد ولا نقص ولا هذا المديل الأولي هذا المديل الأولي اللي ما مجدد ولا مطور ولا لا هذا هو على عمل بحرة الخنجر الأولي على عمل بحرة يوم يقول لك شوط رئيسي تلاد يعني مال يعني انتاج 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 اهل العزبه انتاج اهل الحلال انتاجهم روحهم تلاد يعني هذا تلاد مجاهين وهذا مجاهين وهذا بعد القبائل المحليات حقايق ها بعد تلاد يعني هذا كل انتاجهم هم تعبانين عليه من حول لحول يربون ويتعبون ويطعمون ويعالجون هذا كله لاجل شو لاجل الناموس هذا اللي مجتمع عليه امه لا اله الا الله هذه كلها لاجل الدعم هذا اللي جاي ايش لاجله الدعم ما يم فراغ الدعم هذا يا لاجل التعب والمخاسير اللي خسرتها العرب هذه كلها رب العالمين معطنا زعامه تعطي
وتكرم وتبذل اليهدى لاجل اسعاد المواطن. والنعم يستاهلون. يستاهل. هذه الفرحة، هذه الفرحة، فرحة المواطن، فرحة الزائر، فرحة المقيم بالناموس وبالجوائز وبالخير بهبات الريح. الحمد لله، الله يطول بعمر شيوخنا ويحفظهم يا رب العالمين على هالإنجاز وعلى هالفعاليات وعلى هالمهرجانات اللي تفرح العرب كلها. ايه علم يابك الجنة. طيب الله يحفظك يبارك فيك. لا خلينا منك. تروح القناة. يا البركة. خلف عندنا خلف عندنا. يعلني يفت اسمك. جمع غفير ما شاء الله من المواطنين وملاك الإبل والمتنافسين. وحضور فارس خلف المزروعي. معالي فارس خلف المزروعي الله يحفظه. ومحمد. لا 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 اريد اسمع، اريد اسمع ترشيح صوت. وين الطاغية ولا مخربة؟ ما اسمع ما اسمع. كل واحد كلنا واحد صحيح، لكن المنافسة قوية بين ملاك الحلال على نبوة الزين. المنافسة بين المطايا الملاك بيهم متقابضة بالحس والمحسة. يسمون مهرجان الضبرة ملتقى أبناء القبائل في الخليج. هذا متقابض ما بين ناس. منافسة الزين منافسة تجي نبوة الحلال صفوة الزين. وين بيروح؟ لك من بيده ولا لك من بيده؟ ولا مسكن واحد ولا مسكن واحد غير بري. يا ابناء القبائل عام جايين بمهرجان الضبرة بدورته الثالثة عشر في عام التسامح. التسامح المجذر فينا، التسامح نهج زايد رحمة الله على زايد، التسامح نهج أبناء زايد. مرحبا بكم في عام التسامح وناموس يا الجهيم الطاغية. يستاهل يستاهل. وصدق 58 رقمها بس ترتيبها الأول الأول المتهيم النمل. مرحبا اللي يميز ثلاث الأوائل، اللي يميز ثلاث الأوائل وشاح، هذا وشاح الظفرة، وشاح مهرجان الظفرة اللي توشح به ثلاث الأوائل. يستاهل يستاهل الناموس. هذا اللي تشوفون سالم خصواني المنصوري، هذا اللي منظم ميلس ميلس ومخيم الظفرة. هذا هو، هذا اللي تشوفونه، هذا هو اللي قابض ما شاء الله الترتيب في مخيم الظفرة. هذا ما شوف كان اللي تعمل المخيم الظاهرين منه، هذا مخيم رقم واحد تحت ابو يشرف الريان، هذا ابو المنصوري ما شاء الله عليه. هذه محمد فارس المزروعي الله يحفظه ابو محمد، جزاه الله خير الجزاء على هالترتيب وهالتنظيم المميز ما شاء الله. الحين هذا تشوفون شوط التميز، هذا النهاية خلاص، هذا تلايا وليبات اليوم آخرها.
ارفع فوق هذه استدامه موروثنا. شوف تعال شوف 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 يا مخرجنا شوف يا مخرجنا خذ لقطه هذه استدامه موروثنا فرحه ابنائنا بتواجد معانا. مرحبا بكم. اروح لي روز خارج عبيد علي مران منصوري مالك روز تستاهلون على مباشره. شكرا لكم شكرا لك يا مالك روز شكرا لمران. انتقل للشايبه اللي حصدت ناموس هذا الشوط مركز المركز الاول مع الشايبه سير لي بقرب المنصوري. شكرا لك على حضورك الناموس يا متسامح استاهل. نروح لشوط الرمل تكريم المهنة محمد راجي مالكي وناموس العمان. والنعم والنعم يستاهلوا يستاهلوا. مرحبا مرحبا. نروح البينونة عاشرة عبينونة عاشرة عبينونة. راح انسى اللحظات واللقطات ما تنسى هاي الصور تعلق بالزور يا نسم الله يوفقكم ويحفظهم. اروح الى مالك عوايد اللي ما خيبت العوايد. سلام بمهنة سلام سلام المنصوري استاهل. اروح اشوف الحبايب الثلاثه من القبائل العام مجاهين مجاهين خلكم قريب منا يا ابن عابه يا ابن بيجا يا ابن زين خلكم قريب. ناموس شكرا ناموس شكرا استاهل براسي استاهل ناموس على الله بشرك. اروح المركز الثاني شكرا لمالك مخربه شكرا ناموس. الهواء جايب عند طعماتهم فاطي عزبه ومرحبا فاطي زمول عنده موت 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 وهذا الهواء وهذا نج ما رجعنا بظهره موت مو لاقي المسلمين مرحبا بكم موت موت مرد مرد وسيف يوصي يقول خلص خليك خليك معانا وتواجد دائما وابدا. اشكركم جميعا قنوات الناقله والمصاحبه اشكركم. انتقل بالكلمه لك مخرج العزيز رولان وفريق العمل شكرا جزيلا لتقييم في موعدنا المسائي مجلسنا في الظهره الساعه الثامنه والنصف. اشكر معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي وفريق عمله واستعانة عيسى سيف المزروعي وكل مجال منظمه اخوي العز عبد الله بطيء البديسي شكرا لك على فقره المشاه. واذكر برنامج المشاط والسود الشعبي يوميا من الساعة الرابعة وأشوفكم مع الفرحة والناموس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا 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 يا مرحبا الناموس 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 انتم وجماعتنا وحبايبنا وصدقائنا وانتم منا وفينا نعم 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 فرحنا لكم ناموسنا فرحنا لا خلينا منكم لا خلينا منكم قول عبد الخشم. مرحبا السلام عليكم. الله حيك. حالك كيف انت؟ والله مليون مرحبا. شكرا على هالترتيب الجميل وعلى هالتواجد اللي اجمل. الله لا خلانا منك. الله يطول عمرك يا مرحبا. اصبرته مبروك الناموس تستاهلون. تستاهل خير. الله يفرحكم اليوم ودوم كل سنه وكل حول كل سنه وكل حول فرحناكم الله الشاهد. الله يرحبك على فضله. وكلهم صاروا يتمسحون اللي كانوا في التتويج. الحين جينا مخيم الظهر. خير يوليا عادت الارض. تصلي العرب. وانت مدى ان شاء الله معلم سلطان صلى الله عليه وسلم يلا غايته بسم الله. ولي وعلي في الدنيا كله فيه توهم خاصين ابوي خلصوا من الصلاه وعزموا لحد ثائر وحد جاي حد سائر وحد جاي الحين عاد. وهذا ابوي مخيم مثل ما تشوفون هذا مخيم الظهره. هذا ابوي طلق للسائر والجاي. هذا للضيفان غديات اللي شيء سائر وشيء جاي من الصبح لين المساء مضيف مضيف للسائر والياي ما بالحد معين ولا شخصية معينة للجميع للضيوف اللي بيون ويسيرون بيون مرحبا بهم ليل ولا نهار. مخيم أبو يطلق لهم الكل ضيف مرحبا وسهلا. هذه الساري والناس السير وتي والغديات والأشياء يسوي جو غير طبيعي. أشكر هن لا خلي يلا لا خليتمك الحين حبيبي. موسم اليوم غيرنا ها؟ موسم غير اليوم اي تعال. هاي الموسم الخنور ترى. هاي موسم خنور؟ خنور لا حنا تاري قبل سانزليزيه لكن هاي سانزليزيه هو حمزايد. شو قال؟ يا مرحبا يا اخوان
يعني رجال كل ناس يوم دو رجازة هو شردو سانزلزي هل سانزلزي هني شو تقول انت اخير من سانزلزي اخير من سانزلزي مليون مرة نعم شكر فهمك والمن الصبح اليوم شوف الكماس والله ترتيب المطر رحمة حلوة نعم خاشمك نعم مشكور الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن أبوي هالمكان كل هالعرب أبو فيه أبو فيه السائل واللعب سمتان الحوم أديات أشياء ريح كلها هي فضل من الله سبحانه وتعالى لا تقول أنت في مخيم أبدا أبوي خدمة خمس نجوم هذا كله أبوي ضيافة من المعازيب الله يحفظهم معازيب جالين أبوي هالمكان مسخرين أبوي هالمكان كله لخدمة الجمهور السائر واليايب وعابر الطريق هو واللي بيجي ويا مرحبا يا مرحبا تقولون منو هذا أنا أبوي إيش قال هذا صوره بريحين أيوة هذا أنا شفت الرز شفت الشخصية شفتوا مازيني ما شاء الله علي نعم بالله يا أبوك أني غير أمونة هذا أفلاطون سقراط ما أدري منو بعد واحد ما أتذكر شو اسمه غير نمونة اليوم اللحية بيضة قولوا لي صبغ اللحية لا بصبغها ولا شيء صبغت تبضرع على تصبغ وخلني أبوي هالنمونة بالملحة فنان ورقم واحد ولا شيء ولا حد شراتي في الدنيا العودة زي وين ساير ساير بارك الله فيكم المدينة هنا يقول لك ختامها مسك ظاهر من فندقية وودع عاد المهرجان وإن شاء الله نبي أسبوع اللي عقبه خلاص زين الحين الله يسلمك اقول في خاطري كرتادو من اللي في شو اسمه هذا مالكم باتل في باتل هذا اللي اكلت اللي شربت من هذا هذا وقف في خاطري يا ربي دقيت حق سعيد زين بسلم عليه قبل ما اسير لكن ما بدخل ولاني جايني وش لكم اني جايب لي اياه روحه شكرا جزيلا يعلمي افداك مرحبا سامحونا من القصور سلم على الجماعه كلهم لصغيرهم قبل كبيرهم والله يوفقكم ولا تنسون ابوي هذا المكان الكوفي مال شيء فرع غيره لا ما في غيرها اول افتتاح لان الحين اني رسمي نعم في المهرجان ترى بياضوي شيء جميل وفنان ولذيذ وما شيء شراته في الدنيا العودة شوفون هاي اللي تشوفونها هاي كلها ابوي مخيمات ها كلها مخيمات هل بالحلال والله يا ابوك تحرى عرس الشيوخ وين ما تصد كل مخيم بقولكم يمكن 30 خيمة بيوت شعر كل بيت يمكن أقولك 30 في 40 متر شو شيء ما قد شفت هذا كله شيء على اليمين وشيء على اليسار ها كلها بمخيمات هل بالحلال هل بالمزاين ما شاء الله تبارك الرحمن الحين طالت عماركم موجودين الحين في المدينة في ضيافة تاسيار كلهم مبيعين الأول يقربوهم في الميلس هذا شافوا أبوي ما شاء الله المجموعة وايدة وحين أسبوع في بيت بطي بن سالم القبيسي المجموعة كلهم ما شاء الله شباب داخل وهذا بيت تحرون أبوي المدينة ما يظهر فيها الزيتون ها المدينة أرض مبروكة وكل شيء أبوي يظهر حتى الزيتون يظهر عندهم لا ويثمر بعد يوهر والله مليار مرحبا ابو يوهر مليار ولا يسدن لا خلا ولا عدم يا مرحبا من سرت لينيت مرحبا مليار ولا يسدن مرحبا ترحيبة المطر مرحبا ابو يوهر حيبه مرحبا بريحة الطيبين لا خلينا منك اقول لك لا عدمنا انت الحين فنان الحين فنان ممثل الحين شوف انت ايه انا خايف على النغموش مرحبا يسعد مساكم ان شاء الله مرحبا ابويا قرب زين احنا ما وصلت شيء وايد خفيف بسم الله ما شاء الله تبارك الله وعلي كيف حالك؟ الله يطول عمرك كيف انت لا خليت منك؟ علي بسمك لا خليت فيه ولح عليك ماشي كثر في الدنيا العودة الله يحفظك
ان شاء الله ما شاء الله تباركتم يعني منزلنا مبارك ان شاء الله يا رب العالمين الله يحفظكم ولا يخلينا من هاليمعة يوم ودوب. ولد علي سالم السلام عليك. سلام. ايش حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا. هاك ناخذها وين ناخذها وين؟ ناخذ وين تفيزر وناخذ جماعة هذا ويوها جماعة. هاي ابوي فعلا تملك بيسات اول ما تيهم صحيحة وكامل بس هذا هذا اول ما تيهم هنمون ها ترتيبهم ما يبالها وبيه. لا علم ولا خبر. طب هذا لأنه يسدني الجليل ما يسدني الجليل. العرب كلها اليوم قوي ما عندها رمس لأن خالد اليوم طقم طقم ويا شو ويا الكراسي ويا الآيفون. يلا يا الفضيحة والله يبو كله بالصدق. زي شو أسوي عاد سعيد بن محمد القبيسي هذا الرجال قوي نسيبها نسيبها ما أخذ هذا ما أخذ بنت هذا لكن أحلي بيشوفهم بيتحرهم أخوان تبارك الرحمن هذا العم أصبح عن ال ريل البنت ما شاء الله تبارك لا إله إلا الله ألف من ذكره ألف ما ألف ألف لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله تختبئ ماشي ما شاء الله أسوي سوالف شوف الله عليكم حتى النعول خضر يبغى حقينا هاي نعال هي والله لا خلينا منك هي والله لا خلينا منك يا أبو محمد الله يبارك فيك إن شاء الله. شو انطباعك على المهرجان؟ المهرجان لا يفوتكم أبو محمد المهرجان فوق على الزين مسافرين زينبو هي السر. زين الحين بخبرك شو بكره شو بسويه؟ بكره جايتني هديه من شيرين لي من تستاهل تستاهل. اينا مقلب عطيني هديه بكره وان شاء الله الحول بزاين بها. لا انا احنا نباك تسوي عزبه هنا. بسوي المفروض ما اخذت عزبه هنا. بنطلب وبيعطونا عزبه. ما بيقصرون شو؟ اي نعم شوف ما شاء الله المكان. الله يا رب انك تحفظ تطول بعمره تحفظ خليل اخر الزايد تطول بعمر حمدان اخوان امهات عيالها واحفاد هات اسمعوا لي حق ياخذكم موسان 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 هذا ابوي هذا موسى القبيسي ها ابنده لا اله الا الله اقول لك هذا منو عبد الله بطي هذا عبد الله بطي وهذا عداله محمد بن سعيد محمد بن سعيد وهذا بطي علي بطي علي منو هي هذا بطي علي واللي عداله اللي عداله بطي علي اللي عداله بطي علي هذا صديقي هذا ريال من الحال هذاك عتيج المزروعي والشيبة القبيسي الشيبة بن سعيد هذا سعيد بن محمد زين هذا اللبو وهذاك الولد هذاك سلطان وهذاك سلطان سلطان بن عبد الله احمد بن عبد الله منو العدال هذا ماي سوينا عليه زوم نسيت جماعه ما شاء الله كلهم متجمعين تبارك الرحمن انا فريج المطاوعه ما يتحاكون ريال هذا الحاش الحاي دكتور طيور ما شاء الله شو انت الالوان ها شو انت بالله عليكم شو التطاقيم الحين شو التطاقيم دكتور شو الالوان معالج الريال هذا ها معالج الريال هذا وحين ربك فين خير عندك امواس بشط لك تمشي الحين عندي ويع انا بالركعه هذه ها بنبني صلي على كرسي في نفس اليوم تصلي تعال يقول بني روح طابق عبد الله بن الشيبة أحمد بن الشيبة موسى القبيسي مرزوق بن محمد بن سيف مرزوق أخوك أنت يا منو يا حلال مرزوق أخو من لم والباجين هاي ما شاء الله الشباب كلهم أخوان الله يحفظهم هذا سلطان وأحمد وفارس ما شاء الله مجموعة منك سعيد وسيف ومحمد الله يحفظهم أبوي العرب أبوي على العشاء هذا أبوي الحوار هذا عن الحوار لا بد ولا عذى إن شاء الله تبارك الرحمن هذا مكة
مكانهم هالمغازل يعني، وكان زي ما شاء الله مرتب وهنان رقم واحد. ممنوع ممنوع اصبر وياك ممنوع. ايش حالك؟ من ولد هذا؟ من ولد انت؟ والله في اليار والنعم. ايش حالك؟ كيف انت؟ ليش ما تبالي اصبر؟ ممنوع يقول ممنوع ايش كذا. الله يحفظك يا ابو خالد، يعرف بداية الرحمن. اول ما توصل ابو ظبي دق لنا تليفون طمنا عليك. الله ييسر امورك. بداية الرحمن الله يحفظك. عندوكم شوفوا الوهقة هناك، شوفوا الوهقة. شوي شوي على عمرك. الرجال منو اللي عدالك؟ السلع عتيج. عتيج؟ عتيج مزروعي. والله والنعم. الياسن هني هذا اللي هل يعطي الياسن؟ اي نعم ما شاء الله. ما يعطي الياسن، الحكومة اللي تعطي. انا انت انتي هي الخالة العمة دو ما بمقصره جايب تلكم ابويه باقه ما شيء شرات تباقه، والعد التنازل بشيركم بيوجه الحق ما تلحق مكالمات داخل الدوله وخارج الدوله بلي عدد مفتوحه، والانترنت بعد كذا الامثال، فكلمكم والجميع يتلاحق عمله. دو تبي تعطيكم خدمات لين تقولون جيج، لين تقولون بس، وهذا كل ابويه من شركتكم دو. تحيا مع هالحياة، عشو تريون الحياة بكبرها تحيا ويدو. ومن تخرج خارج الدولة 5 GB مجاني عطونك دو تجوال، تتكلم أبوي واتساب، تتكلم سكايبي، تتكلم سناب شات، كل أبوي بلاش. 5 GB كاملة. ارفع الشاشة وشوف أبوي باغات دو، واكتشف ميزة ترحيل البيانات. ما في حاضر مدح. دو عايش ويانا، شافتنا نحن شو احتياجاتنا، شو قاصرنا، فبعد دراسة فكرت شو المواطن، شو المقيم، شو اللي لازم يحتاج، شو محتاج من الخدمات، فوفرته لنا كل هذا من عندهم. باقة باور من دو حطيت لكم اللي بساعة وبنرد نحطه مرة ثانية. تخلوا تفرجوا، كل إنسان يشوف إمكانياته ولا شو اللي يناسبه، وهي على فكرة تناسب كل الشرائح، الرجال والنساء، المقيم والمواطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أبوي من الطرق الجديدة اللي أنشأت الحكومة، طريق الشيخ هزاع بن سلطان الأول. هذا الطريق يظهرك لين المرفأ، شارع يغني يا ليل، 3 خطوط يقص الدرب قص، يطر الطريق هذا البري طر يظهرك لين المرفأ، يوفر ما يقارب 50 إلى 75 كيلو. هذا أبوي تأكيدا أبوي للشارع، طريق محمد الفلاحي الياسي حبشان، وهذا طريق المرفأ. هذا أبوي اللي تشوفونه، شارع بايح يغني يا ليل، يفلق الرملة هذه فلاق، وغادي الشارع يا غير لسان طير، غادي الشارع لسان طير، هذا يظهرك لين المرفأ أبدا، لا يحتاج يصير شرق ولا غرب. شارع جديد توا مفتتحين المعازيب، يعني الله يطول بعمارهم. سلام 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 عليكم. سلام. كيف حالك؟ تمام. قول حقنا فرات سلام عليكم. كل سنة وانت سلام عليكم. قول لا قول أنا متو كل سنة وانت سلام عليكم. أنا في متو كل سنة وانت سلام عليكم. شكرا. شكرا.